انا دلوقتي ابدا افتح حاله منفصله اعمل عليها البيزك اناليسيس بتاعي، هل انا مفترض ان انا افتح الحاله بكل السيريز؟ لا مش شرط، انا ممكن من الجزء بتاع السيريز هنا ابدا اختار بكنترول وليفت كليك اختار السيريز اللي انا محتاج اعمل لها داونلود زي ما احنا شايفين عشان ابدا اشتغل عليها، مش شرط احمل كل الحاله. انا هنا اعمل حاله كوليكشنز فيها تقريبا سباين والبرين وبريست، انا كده حملت الحاله بتاعتي لليور بس كده وما حملتش عملتش لودنج للبريست، واقول له فيو ان جو كده هيحمل لي السيريز اللي انا اخترتها بس. بشكل عام الشكل العام بتاع الفي ان جو زي ما احنا شايفين بيتكون من 3 سيجمنت، من على اليمين زي ما احنا شايفين سيجمنت للسيريز، في النص اللاي اوت بتاعنا وهنبدا نتكلم عن اللاي اوت، واللي على الشمال التولز من الفيوينج تولز والفيفوريت تولز بتاعتي. هنبدا من الاول من اليمين. من اليمين انا ببدا اشوف الاستادي كامل بتاعي هنا زي ما انا شفت الحالات اللي انا فتحتها، ببدا سكرولينج عليها كده وابدا بليفت كليك اطلع وانزل من البار من على اليمين والشمال ده تمام، وببدا اشوف. طيب انا عندي في كذا طريقه ان انا اقدر اشوف السيريز عندي، في اوبشنز هنا سيريز، في الثامبنيل ان انا ببدا اشوف زي ويندو كده وابدا اشوف الصوره، وفي ليست. ليست معناها ان انا هبدا اشوف السيريز بالترتيب بتاعها زي ما هي معموله مكتوبه باسمها. طبعا انا هنا السيريز مكتوبه ارقام لان انا مش كاتبها، بس انت هتلاقي مثلا تربوس بين ايكو تي 1 تي 2 اكزل تي 2 سيرجنت تي 1 اند سو اون، نفس الاستاد اللي انت واخدها بتاعتك. طيب في عندي لونين، في لون ازرق ولون ابيض. اللون الازرق اللي احنا شايفينه ده هو اللي متحمل قدامك. انا رجعت السابنل تاني اهو، معناه ان انا شايف اللاي اوت في الجاريه اللي في النص دي، ان انا شايف الساجيتال تي 2 والساجيتال تي 1 للسيرفايكال والدورسال. طيب انا لو عملت نزلت كده عشان اشوف زي ما احنا شايفين تمام، انا خدت اللمبر تي 1 وتي 2 والاجزاء زي ما شايفين هنا، الجزء الازرق ده بقى في السيكونس اللي معروضه قدامي في اللي ده بالنسبه للالوان. طيب هنرجع تاني للجزء بتاع السيريز. لو انا عملت اكستند كده، ان المعنى هنا ان في حاله عندي اسمها ام ار ومكتوب التاريخ بتاعها. افرض انا دلوقتي حملت حالات، لو احنا زي ما احنا شايفين في السيرز او في الحاله اللي انا حملتها، حملت النيورو بس وبس ما حملتش بريست، ما خدتش صور او السيكونس بتاعت البريست دايناميك. طيب انا دلوقتي محتاج ان انا استدعيها او ازودها، ممكن ازود على السيرز اللي موجوده عندي هنا في الاستادي حاجتين، يا اما ممكن ازود فحص قديم للحاله عشان اعمل كومباريزون واقدر اشوفهم. لو انا عندي داتابيز فحصين لنفس البيشنت ومحتاج ان انا ازوده، اقول له مثلا انا هنا زي ما اشوف الكرنت ممكن اختار فحص بتاريخ 17/5، ممكن فحص بقاله سنه او سنتين، ازود ازاي؟ من اد ستادي. لو انا دوست على اد ستادي كده هيبدا يديني البوب اب او رساله كده، ابدا يقول لي احنا عايزين نبحث فين عشان الحاله دي انا هبدا ادور عليها بنفس الاي دي بتاعتها او الاسم بتاعها. هنلاقي هنا عندي في حاجة اسمها السورس سيلكشن. السورس سيلكشن ده معناه ان انا ممكن اقول له اللوكال داتابيز بتاعت الماشين اللي قدامي او السكانر، ممكن هتلاقي هنا اختار الباكس او في اي نوع من النتورك نود بتاعتك انت تختار، بتقول له انا عايز اسيرش عليها، هو بيسيرش اوتوماتيك على النودز اللي موجودة. فانت هنا هيبقى في نودز باكس او ورك ستيشن هي بتبدأ تدور عليها اوتوماتيك على نفس البيشنت او الحالة دي عن طريق الاسم او عن طريق الاي دي. الفلتر هو نفس طريقة استخدام الفلتر اللي احنا بنستخدمه عادي في الداتابيز، او نفس الاوبشنز بتاعته، ان انا ممكن اقول له لا انا عايز الاي دي او البيشن نيم. هو ضروري هنا داخل بياخد فلتر اوتوماتيك لان انا بقول له انا هنا ادي ستادي على نفس الحالة دي، فبياخد الاي دي والنيم بتاعها. هنا عملنا سيرش، هنا لقى الحالة على لوكال داتابيز اوكي،
وانا هنا عايز اقول له خلاص انا عايز اللودنج السيريز الجديده او السيريز اللي انا ما خدتهاش. ممكن يبقى في كذا فحص، لو هو البيشنت عامل فحص قديم بتاريخ تاني ممكن بختاره واقول له لودنج او دبل كليك عليه من لود داتا هنا. لو انا قلت له خلاص انا هختار البيشنت ده تاني واقول له لود، زي ما احنا شايفين دلوقتي اهو عمل لودنج للسيريز اللي ما اتاخدش لان انا حملت الحاله كلها، فحط لي الايمجز بتاعت البريست. ده الجزء للسيريز بتاعتنا وازاي عرض السيريز عليها. شايفين طبعا انا ممكن اعمل اكستند او شرنك للايمج للجزء بتاع السيريز لسه ما احنا شايفين من السهم الصغير ده، ممكن اخفيها او اظهرها. هنبدا نتكلم دلوقتي عن اللاي اوت واستخدامات اللاي اوت اللي قدامنا. احنا شايفين احنا اربع سيجمنت دلوقتي، 1 2 3 4 4 لاي اوت. انا ببدا اتحكم في اللاي اوت ده ازاي وايه وضع اللاي اوت؟ اللاي اوت في السوفت وير هو عباره عن فانكشن، يعني ليه وظيفه، مش مجرد انه بيقسم لي الصوره 3 في 3 4 في 4، لا انا بيبقى ليه وظيفه. ببدا اتحكم في اللاي اوت منين؟ من فيوينج هنا من على الشمال في كذا لاي اوت. انا ممكن اغير اللاي اوت بتاعي، في هنا ستاك 3 في 2، لو انا قلنا ستاك 3 في 2 بس يعني ايه ستاك الاول؟ كلمه ستاك زي ما انا شايف ده السجل تي 2 للسرفايكل، ان هو محمل لي كل ال 20 صوره في سيجمنت واحد في لاي اوت واحد. زي ما احنا شايفين انا ممكن اقلب الصور اشوفها كلها في لاي اوت واحد، فكل مربع او كل سيجمنت هو عباره عن فيور لوحده بيجمع فيه ال 20 او 30 صوره او عدد الصور في السيريز الواحد. زي ما احنا شايفين انا ببدا اشوف كل لاي اوت بمجموعه الصور بتاعه. العرض ده اسمه ستاك. طبعا في عندنا ستاك 3 في 2 زي ما قلتوه، في 5 في 4 تبدا امتى؟ زي ما احنا شايفين ادي الاكزيالات مثلا او البرين، فكل سيجمنت شايل الصور بتاعته. طيب هل انا محتاج لاي اوت اكتر من كده؟ اه براحتك، انت ممكن من الايقونه هنا في المربع مجرد ليفت كليك هديك كل اللاي اوت المتاحه ان انت حابب تشتغل عليها زي ما احنا شايفين، وكل لاي اوت بيوريك الفانكشن بتاعته. بمعنى انا هنا عندي ستاك واحد في واحد، معناه ان انا هجيب الفيور واحد بس وابدا اشوف كل سيريز لوحدها ادي 20 صوره. تمام كده خلاص. هل محتاج انا اشوف لو في سيريز ثانيه؟ اه مفيش مشاكل، لا احنا قلنا هنا في السيفير اخد سيريز تانية، ممكن اسحبها دراج دروب ليفت كليك واسحبها واسيب هيحمل لي السيريز التانية. ليفت كليك دراج دروب وابدا اسكرولينج واشوف الصور بتاعتي، او ممكن ابدا انزل اسحب البار اللي هنا موجود، البار ده بينزل بيبدا يسحبها لي سيريز سيريز. طيب ده معنى واحد في واحد. طبعا كلمه ستاك قلناها خلاص، في ستاك 2 في 1، ستاك 2 في 2، ستاك 2 في 2 بس في كلمه تحتها اسمها 2TP. 2TP معناها 2 تايم بوينت. انا بستخدم اللاي اوت ده في حاله ان انا بيبقى عندي فحص البيشنت ده عامل كذا فحص في فترات زمنيه مختلفه. ال 2 تي بي اسمها 2 تايم بوينت، يعني انا عندي فحص معمول لنفس البيشنت بس واحد مثلا النهارده والتاني معمول من سنه او من سنتين او من ثلاثه. فانا بقول له هنا في ال 2 تايم بوينت هيجيب لي على الشمال حاجه اسمها الكرنت. الكرنت ده الفحص الجديد، والمفروض هبقى عامل اد ستادي وجايب الفحص القديم وهشوف هنا الفحص القديم وبيتحطوا الاثنين قدام بعض عشان ابدا اعمل كومباريزون ما بين التو ساجيتال تي 2 عشان ابدا اقيم الوضع للبيشنت في حاله ان انا هعمل ريبورتنج او حاجه. فده معنى كلمه ستاك تو تايم بوينت. في ستاك طبعا 3 في 3 وخلاص انت عرفنا كده اللاي اوت بيبقى شكله ازاي. تمام في ستاك، وفي حاجة اسمها ال 4D expand. معنى كلمة ال 4D expand أنا لو عندي sequence فيها dynamic، لو أنا في عندي dynamic فأنا لازم أد study عشان
هجيب sequence pressed زي ما احنا شايفين ان البريست ده معمول دايناميك، ان هنا كفور دي انه فصل كل فيز لوحدها. انا لو عندي اربع فيز او خمسه فيز سته فيز، معناها فور دي ان كل لاي اوت هياخد فيز لوحده، مش هيتجمعوا لي كلهم في ستاك واحده او لاي اوت واحد. فانا هنا فردتهم بقى الفور دي، بقى في كل فيز اولانيه زي ما احنا شايفين الكونتراست هنا، بدا الفيز الثانيه مع الكونتراست الثالثه الرابعه اند سو. فده معنى كلمه ال 4 دي او الفيزز. لو احنا هنا شفنا برضو في الديفيوجن ان هو بدا هنا فصل اوتوماتيك البي فاليو، لان انا عندي هنا في الديفيوجن في البرين انا عندي في بي 0 والبي 1000 زي ما احنا شايفين، هو فصلهم الاثنين بقى كل واحد محطوط قدامك لوحده، مش على مش في سيريز واحده. فده معنى اللي اوت. فاللي اوت هنا بقى في فانكشنز، فانت بتختار الفانكشنز اللي انت محتاجها في اللي اوت بتاعك. طيب افرض انا عايز كل ما الفيو ان جو يفتح على لي اوت ثابت، مش كل مره هفتح في لي اوت مختلف. طيب ده سهل جدا، انا بختار مثلا انا عايز الستاك 2 في 2 عشان ابدا اعرض الكيسز بتاعتي، تمام. وممكن زي ما احنا عارفين درايف دروب برضو ممكن بتحمل الحاله زي ما انت عايز، اهو دراج دروب حاجة على الستاك، رايت كليك واقول له سيت از ديفولت. سيت از ديفولت معناها ان انا هفتح اي فيو ان جو، اي فيو ان جو خلاص هيتفتح على نفس اللي اوت. يبقى خلاص اللي اوت ده ديفولت بالنسبة لي. انا لو جيت قفلت هقفل الحالة، واقول له فيو ان جو يفتحها لي خلاص فيو ان جو. هلاقي عندي اللي اوت زي ما احنا شايفين 4 في 4. طيب في جزء تاني هنعرضه. لو عندك السيكونس اتكررت كذا مره، لو البيشنت بيتحرك وتكرر كذا مره، عملت السيكونس مرتين او ثلاثه، شايفين ان انا عندي هنا، لان انا عندي ما فيش سيكونس متكرره، بس انا عندي الديفيوجن هنا البي فاليو متكرره مرتين، فانا عندي البي 0 والبي 1000. فهنلاقي البي 0 والبي 1000 محطوطين كلهم في سيجمنت واحد. طيب شايفين السهم ده؟ السهم ده معناه ان الصوره دي او السيكونس دي اتكررت كذا مره، لان انا واخد بي 0 وبي 1000. بمجرد انك كليك عليها كده هتلاقيها انفصلت، فبقى عندك البي 0 والبي 1000 تقدر تتحكم فيهم او تقدر تعرضهم لوحدك او تقدر تشوفهم. العرض التاني ان انت ممكن تستخدم في السيريز دي ان انا مش شرط اشوف الحاله على اللي اوت وابدا اشتغل عليها، لا انا ممكن بمجرد ان دبل كليك على السيجمنت ده هيتفتح لك السيريز لوحدها في فيور كده لوحده خالص. ممكن انت تستعرض الصور بتاعتك وتشوفها عليه عادي خالص زي ما احنا شايفين، بس ما بتقدرش تعمل عليها اناليسيس، انت مجرد بس انك ممكن تاخدها تطبعها مش اكتر من كده. فانت مجرد ان دبل كليك ممكن هيعرض لك الصور بنفس الشكل. طيب يبقى احنا كده عرفنا الجزء بتاع الفيوينج واستخدامات ال اللي اوت ازاي بقدر استخدمه. ماشي، في جزء بقى تاني هنبدا نتكلم عليه، ان انا ممكن في اللي اوت دون بمجرد ان انا عملت دبل كليك هيكبر لك السيجمنت قدامك، تقدر تشتغل معاه لوحده كان اللي اوت بقى واحد لواحد، بس مش نفس الفورمات، ولكن هو قدامك بس كعرض ان انا عملت دبل كليك بالليفت كليك مرتين ورا بعض اقدر اشوف الحاله او السيريز دي فورمات لواحد لواحد. طيب عايز اخرج من الزومنج ده دبل كليك تاني هبدا يرجع للي اوت زي ما كان. ده شكل الفيوينج وعرضه سريع الفيوينج واستخدام الفيوينج اللي فيه.